أهلا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذه السلسلة بنتناول أسئلة عن الصلاة، وعندنا سؤال من سفر الرؤيا وإصحاح السادس وعدد 9، يقول الكتاب: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض؟ والسؤال هنا بيقول حسب الآيات دي، هل ممكن أنا نصلي عشان الرب ينتقم لينا لما نقع تحت ظلم أو نتعرض لأي حاجة شبيهة؟ الإجابة ببساطة أن الآيات دي تتكلم عن زمن مختلف عن الزمن اللي احنا فيه. الزمن اللي احنا فيه ده زمن النعمة وليس زمن القضاء. يعني ايه؟ يعني مثلا لو رحنا لأعمال الرسل أصحاح 7، ايه اللي بنقراه؟ استفانوس ازاي صلى للناس اللي بتموتوا في أعمال الرسل الأصحاح 7، بيقول الكتاب: شخص إلى السماء، وبعدين هم هجموا عليه بنفس واحدة. شوف الوحدة في الشر، وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو يقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. وبعدين جسى على ركبتيه، هو بيموت، ركع وصلى صلاة من قلبه وصرخ بصوت عظيم: يا رب، ما قالوش انتقم، يا رب لا تقم، لا تقم لهم، لا تقم لهم هذه الخطية. يعني ما تحسبش الخطية. ده زمن النعمة، زمن النعمة بنصلي بركة باركوا لعينيكم، بنصلي من أجل الذين يسيئون إلينا، وبنطلب من الرب أنه مش ينتقم. ده زمن نعمة. بنطلب من الرب أنه يبعت لهم ناس اللي بيضايقونا، بنطلب من الرب أن يبعت لهم ناس عشان يتغيروا، عشان يعرفوا الرب. زمن نعمة مش زمن قضاء، ده اسمه زمن النعمة. وطبعا في تفسيرات كتير لنهاية الأيام، لكن لو أنا بميل للتفسير اللي بيقول إن في اختطاف، والاختطاف هيبقى قبل الضيقة. فالصلاة دي اللي بيصليها ناس في السماء اتقتلت في النص الأولاني من 7 سنين بتاعت الضيقة. ما احنا عندنا مبتدأ الأوجاع 3 سنين ونص، وبعدين بقى الضيقة العظيمة 3 سنين ونص. الناس دول ده بعد الاختطاف. بعد الاختطاف هو ايه؟ ببساطة الاختطاف هو نهاية زمن النعمة. كنيسة، كل المؤمنين في الكنيسة اختطفوا، بقي زمن زي زمن العهد القديم بتاع اليهود عشان يرجعوا للرب. فالصلاة دي من ناس يهود في زمن القضاء. يبقى اللي بيصلوه ده بنقراه في العهد القديم، اللي هو زمن تحقيق العدل مش زمن النعمة. النعمة بتسامح، النعمة بتغفر،
احنا بنسامح اللي بيسيء الينا. انما في العهد القديم يعني ممكن نرجع لمجموعه مزامير فيها يقولوا يا رب ليه لحد دلوقتي زي ما قال حبقوق حتى متى، ليه لحد دلوقتي انت ما اجرتش العدل؟ ده العهد القديم. ليه؟ العهد القديم عين بعين سن بسن، اللي يتقتل اللي يقتل يتقتل، ده العهد القديم. فهنا الناس اللي بتصلي ما بتصليش كمسيحيين في عصر النعمة، لا دول خلاص مسيحيين اختطفوا، دول يهود والرب بيشتغل معاهم عشان يعلنوا ملك الرب اللي جاي. فهما بيعملوا كده اتقتلوا واتقتلوا بظلم، فبيصلوا بالظبط مش زي بقى استفانوس، لا بيصلوا زي الصلوات ان بنلاقيها مثلا في مزمور 94 آية 3. يعني انت قرأنا الآية مثلا في مزمور 94، حتى متى الخطاه يا رب حتى متى الخطاه يشمتون، حتى متى اضربهم موتهم. وعندنا مزامير نجد فيها هذا الاتجاه، افتكر زي مزمور 74، زي مزمور 79. وهنا الفكرة بتاعت العصر اليهودي رجعت، وده اللي بيؤمن بالاختطاف قبل الضيقة لازم بيؤمن بكل الحاجات أنا بقولها. وبدليل الصلاة دي مش صلاة واحد مسيحي، دي صلاة واحد عايش في العهد القديم، لأن العهد القديم بيكتمل هنا. ليه؟ عشان الرب هيرجع، خلاص الرب اشتغل مع المؤمنين في كل العالم واختطفهم وانتهى الزمن بتاعهم، هيجي بقى زمن عودة اليهود إلى الرب. ففي يهود هيبشروا وفي هيتقتلوا، وعندنا بعد كده في الوقت ده في الثلاث سنين ونص الوحش هيبان وضد المسيح وآلام واضطهاد لليهود اللي بيبشروا مش بالإنجيل، لا هيبشروا بملك الرب بملكوت الرب. أنا عايز أدخل في حتة عملية، أنت أديتنا أمثلة مثلا زي نوعية الصلاة دي في العهد القديم، سواء مثلا مزمور 74 79 89 94. طب أنا بطريقة عملية لما أقرأ المزامير، وإحنا بنحب المزامير، أفهم أقرأ الآيات دي أطبقها إزاي عمليا؟ لا ما أقولش كده، أقول أنا مش في العصر ده بس أستفيد من كده. أستفيد إزاي؟ أقول في العهد القديم حاجة اسمها الولي. الولي ده الشخص اللي لو انا اتبعت من الفقر عبد، رحت بعت نفسي، هو لان الولي قريب ليا، اقرب واحد ليا، ممكن يبقى اخويا ابن عمي، بس قادر يروح يشتريني يحررني، دي من مسؤوليات الولي. لو ارض اتبعت مني، راحت مني يعني، اتخذت مني، هو يقعد ورا لحد ما يجيب الارض. زي ونقدر نشوف الولي واضح في قصة رعوس. في الولي بقى كان من عمله الانتقام، انه ينتقم. يعني لما واحد يموت الولي بتاعه عليه ان ينتقم، دي مسؤوليته انه ينتقم من القاتل. يبقى الولي ليه دور اسمه انه ينتقم. وأيوب بص للرب بإيمان وقال أنت الولي أولي الحي. فتقولي أفهم ده زي، أقولك في العهد الجديد بقى الانتقام مش من البشر، ده عصر النعمة. البشر دول عايزين نجيبهم للرب، الانتقام من إبليس. يبقى أنا أخد الآيات اللي كانت ضد الأعداء البشر واللي كانت بتطاق الولي عليه دور، والولي بالنسبه لي مين الولي بتاعي؟ زي ايوب الولي بتاعي هو الرب. اطالبه بالانتقام، بس انتقام من مين؟ من الناس اللي انا بصلي انهم يعرفوه؟ لا، يعني استفانوس كان بيصلي من اجل يعني يقولوا ايه اللي حرر، ايه اللي خلى شاول اللي اشترك في قتل استفانوس يتقلب ويبقى رسول. يقولوا شفاعه، الجزء الاساسي شفاعه استفانوس في الوقت الصعب، مش مشغول بنفسه، مشغول بالناس اللي قتلته، وصلى من أجلهم.
فيا رب ما تعاملهمش بحسب الخطية، شفاعة. نتيجة لكده الرب تعامل مع تأثير غير عادي طبعا مع 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 شاول. وكمان شاول سمع الصلوة دي وتهز، لأن دي حاجة ما يقدرش يعملها إلا واحد مملوء بالروح القدس. إني ناس بتقتله بيصلي إن الرب ما يعمل لهمش حاجة فتهز. فده عصر النعمة، أنا أخد الصلوات الموجهة للأعداء وأقول أنا في العهد الجديد أعدائي مش بشر، مصارعتنا ومع الأعداء ليست مع دم ولحم، لا إحنا بنصارع الشيطان، إحنا بنصارع الأرواح الشريرة، إحنا بنصارع الملائكة الأشرار اللي في مملكة إبليس. دول دول مش هعمل معهم نعمة، ما ينفعش. دول أطالب الرب الولي إن ينتقم من اللي عملوه في العيلة الفلانية، من الشيطان عمل كذا عمل كذا عمل كذا عمل كذا. وعندي آية، يبقى إذن دول في العهد القديم وبيصلوا زي الناس بتوع العهد القديم بالظبط، عين بعين وسن بسن، وزي الولي ما كان بيعمل والروح بتاعته، كل ده بنلاقيه في رؤية الجزء ده. حتى أيها السيد القدوس، وحتى كلمة السيد مش الأب، لأن احنا عصر النعمة والأبوة، احنا في العصر كأننا رجعنا للعهد القديم عشان أخطاء اليهود تتصلح، صلبوا الرب يتوبوا عن صلب الرب ويرجعوا، وحتى نلاقي هيك الهيكل بتاعهم في يعني الأخير بتاع الملك الألف. يعني مرحلة، مش عايز أتوسع أكتر، لكن عايز أقول إن ده عصر مختلف، ده عصر قضاء عادل. هم هنا بيصلوا من أجل القضاء العادل، من انتقام عادل. في العهد الجديد لا، احنا بنسيب موضوع الانتقام ده للرب، ما نصليش ابدا. لكن ده ما يلغيش ان الرب نفسه في عهد النعمه او عهد الكنيسه دلوقتي ان هو بيكون انجاز التعبير بينتقم او هو علمني ان انا ما اتحركش للانتقام، لكن هو لكن يفترض ان انا زي صفانوس بصلي من اجل الشخص اللي ضرني، اقول الرب اكيد هيستعمل العصاية عشان الشخص ده يرجع. انا مش هدفي العدل. لكن في نفس الوقت مثلا بنشوف ازاي انه بولس بيقول في رسالة تسالونيكي انه عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. ما العدل ما تلغاش، انما انا بصلي ان يعرفوا الرب عشان القضاء اللي جاي عليهم يؤمنوا انه جه على الرب. يعني كأن الموضوع متعلق بالاتيتيود بتاعي، انا اتجاهي رد المفروض اكون بتصرف ازاي. لكن ده ما يلغيش ان الرب في النهاية عادل طبعا، انما اللي يخلي عدله يجيب غفران ما يجيبش قضاء شديد، ان الناس دي تؤمن بالحدث في الصليب، عشان احنا في عهد النعم. عشان احنا في عهد النعم. فده معنى الآيات. لكن الانتقام، حتى بولس قال التوبة صورتي خليكم تنتقموا، بس تنتقموا من مين؟ من الشيطان مش من الناس. ده لا في كلامه مع المؤمنين في كنيسة كورنثوس، عشان الشيطان تعبهم فقال لهم يعني التوبة بتاعت الكنيسة تخلي الكنيسة تنتقم من العمل الشيطان فيها. وازاي انتقم من الشيطان؟ انتقم من الشيطان انا اكرز، اخد ناس منه، لما ادخل في مصارعه معاه يتعذب، زي ما قالوا زي الاروح شيء ما قالت للرب اتيت لتعذبنا. يعني احنا لما نبقى في مواجهه مع ابليس ونحارب ابليس، احنا بنعذب ابليس، بنعذب الارواح الشريره، بنخرج شيطان من واحد بيتعذب طبعا 100%. طب عندنا سؤال تاني من إنجيل لوقا والإصحاح التاسع، برضو عن موضوع الصلاة. بذكر المشاهد أننا بنتناول أسئلة عن الصلاة. يقول الكتاب في لوقا 9:18، وفيما هو يصلي عن الرب يسوع على انفراد كان التلاميذ معه، فسألهم من تقول الجموع أني أنا. السؤال هنا بيقول أنه هو كان بيصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم من يقول. كلمة فسألهم كأنه في ربط بين سؤال الرب يسوع وبين الصلاة اللي كان بيصليها طبعا، لأنه
الرب بيعلمنا انك انت لما تبقى مقبل على حوار صعب لازم تصلي. يعني هو الرب داخل في حوار مع التلاميذ عشان يعلن ليهم حقيقة صعبة جدا عليهم، فعشان كده صلى. هو بيعلمنا بس لأن هو في إنجيل لوقا اللي بيقدم لنا الرب يسوع باعتباره الإنسان المثالي اللي نتعلم منه، هو الإنجيل اللي بيركز على المواقف اللي صلى فيها الرب عشان نتعلم. يعني مثلا في موقف قبل الرب ما يختار التلاميذ يقول لك قضى الليل كله، قبل ما يختار الرسل في الصلاة. يبقى إذن لما نيجي عايزين نختار حد يخدم، أسيس يخدم، يبقى لازم نصلي. يعني بيعلمنا ان في وقت الصلوات مكثفة لتسبق اختيار خادم او خادم يطلع لخدمة. الرب علمنا كده لانه صلى طول الليل وجي بعد كده اختار التلاميذ. هنا الربط برضو داخل في حوار. يعني سألهم قيلا من تقول الجموع اني انا؟ اجابوا وقالوا يوحنا المعمدان. طيب يوحنا المعمدان ده يعني ايه؟ يعني ليه؟ يعني كانهم شايفين الرب زي يوحنا المعمدان بيكرز بالتوبة. اخرون ايليا، يبقى في ناس شايفين الرب زي ايليا بيعمل معجزات. اخرون ان نبيا من القدماء، شايفين الرب انه بيقول كلام نبوي. طيب فراح سألهم وانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب بطرس وقال مسيح الله. طب اجابة بطرس معناه ان شايف الرب ملك والمسيح اللي جاي يملك على الناس. فالرب راح انتهرهم، ايه اللي انتم بتقولوه ده؟ انا اساسا ايه؟ انا عايز تتعامل معايا ان شخص بيتحدث عن التوبة؟ انت غلطان. عايز تتعامل معايا ان انا اعمل معجزات؟ انت غلطان. عايز تتعامل معايا ان انا بقول كلمات نبوية؟ انت غلطان. عايز تتعامل معايا ان انا واحد جاي املك؟ برضو انت غلطان، لان انا فيا كل ده بس فيا حاجة اهم. انتهرهم وقال لهم ما تقولوش كده لحد. ليه بقى؟ قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا، دي الصدمة بقى، ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل. ده الإعلان. وفي اليوم الثالث يقوم. يعني انتوا لازم تشوفوني انا اللي جاي اموت، اقدم نفسي فدية عنكم، اموت من اجلكم واقوم من الموت. طبعا ده إعلان كبير، فعشان تدخل في نقاش تقنع واحد بحقيقة مش في مخه وصعبة القبول، انت هتتألم، انت احنا بنحبك، انت هتموت. عشان كده قضى وقت على انفراد، فيش حد يزعجه. وفيما هو يصلي على انفراد والتلاميذ كده من بعيد شايفينه، على طول سألهم. يبقى السؤال نتيجة الصلاة، فالصلاة بتقودنا الى الأسئلة الهامة. ده التعليم، ان انا كل ما اصلي هدخل، يعني انا عارف ان انا هدخل في حوار مهم وفيه ومثلا هشرح حق مهم، بس الحق ده صادم. اتعلم من القصة دي ان انا اصلي، واتعلم كمان ان احيانا اطلع من الخلوة بتاعتي وعندي قيادة من الرب ان انا ادخل في حوار مع شخص عشان اصحح فكره، عشان أجدد ذهنه، عشان أشيل من ذهنه الأفكار الغلط الكاذبة. يعني ممكن وانت بتصلي كده يحصل لك كده، تطلع من الخلوة بتاعتك جواك رغبة انك تروح لفلان تتكلم معاه، لازم الفكر اللي في مخه ده الغلط ينتهي، ولأنك طالع من الصلاة بقيادة إلهية هيخضع عليك. ده الدرس اللي نتعلمه من لوقا 9 آية 18.
طيب هننتقل لموضوع برضو تاني عن الصلاة بس يمكن مختلف شوية. سؤال جالنا من الفيسبوك بيقول هل هناك سند كتابي للصلاة بوضع اليد؟ طب ده كل ده كتاب مليان وضع يد، يعني عندنا وضع اليد مثلا من أجل البركة القادمة، زي ما يعقوب حط إيديه على أحفاده الاثنين وحط يقول لك بقصد، يعني عشان يدي يصلي بإيمان إن حاجة تتحقق في الحفيد في الاثنين أولاد يوسف منسى وإفرايم، وأعلن مثلا إفرايم هيبقى مثمر قوي، فإذا عندك من سفر التكوين وكتير بقى وضع اليد. يعني في العهد الجديد مثلا نلاقي الرب يسوع وضع ايديه على المرأة اللي كانت مقيدة بروح شرير، يبقى إذن وضع اليد يخرج الشياطين، يعني الرب عمل كده. فإذا وضع اليد يستخدم في التحرير، لأن الرب نموذج لينا، مثال لينا، وده إنجيل لوقا. وأنا قلت إن إنجيل لوقا بيقدم الرب مثال لينا، مثال لينا في الخدمة، مثال لينا في الصلاة، مثال لينا. فالرب بيحط إيده على المرأة المنحنية وقال الكتاب إذ كان بها روح ضعف، روح شرير، لأن قيدها الشيطان 18 سنة، بوضع اليد وضع الرب إيده عليها وقال أنت محلولة من ضعفه سلطان. والإيدين هنا بتعلن إن قوة تطلع من الرب وتطرد الروح الشرير اللي قعد فيها 18 سنة خلاها إنسانة منحنية. هتقولي طب ما الرب مش هنا، أقولك طب ما الرب بيشتغل بالخدام بتاعته، وعشان كده في آية بتقول يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. لأن أنا لو أنا عندي إيمان وحسيت أن الرب عايز يشفيني بالطريقة دي أو عايز يحررني بالطريقة دي، لأن ممكن مش كل الناس الرب حررهم بوضع اليد، ده إحدى طرق الرب. لو أنا مقيد بقيد سجاير نجاسة علاقة عاطفية عايز أتحرر وبصلي، بعدين حسيت أن الرب دفعني أن أنا في اجتماع أبقى أتقدم عشان الخدام يحط إيديهم علي، لازم أشوف إيد الرب يسوع مش إيد الخدام. أعتبر الخدام دول آلات بيخدمها الرب، زي إن كان أحد يتكلم فأقوال الله. يعني أنا لما أسمع عظة لازم أصلي إني باخد الكلمة اللي بيقولها الواعظ دي الرب بيقولها، مش الإنسان اللي قدامي بيقولها. برضو وضع اليد، لو شفت إن دي إيد الراعي أو إيد الأسيس أو إيد الخادم مش تاخد حاجة. كمان بنشوف إزاي، لكن لازم تشوف إن دي إيد الرب. وكمان في ناس امتلأت بالروح القدس بوضع اليد، يعني إذا لو أنا هدرس وضع اليد في الكتاب لا، مناسبات كثيرة، بس أهم حاجة الإيمان إن دي إيد الرب مش إيد فلان، أنا شايف الرب هو اللي بيحط إيده عليا. في سؤال مكمل لي برضو بيقول هل كل شخص مؤمن يجوز له أن يصلي بوضع اليد؟ ممكن في لا مش مثلا في الإرسالية الكنيسة بترسل شخص، لا لأني عندنا شاهد أعتقد في إن أعمال الرسل لما كانوا بيصلوا اجتماع صلاة صغير، كان في كنيسة أنطاكيا اجتماع صلاة حلو صغير وكان يصحبه صوم، وكان في مجموعة، وبعدين وهم يخدمون ويصومون قال الروح القدس افرزوا اثنين من اجتماع الصلاة ده برنابا وشاول هو بولس للعمل الذي دعوتهما إليه. عملوا إيه؟ صاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الأيادي. دي إرسالية بقى، مش أي واحد يقدر، دي إرسالية من الكنيسة، إرسالية. يعني مين اللي يصلي عليا؟ الكنيسة ممثلة في قادتها اللي حست بالروح إنها تطلقني مثلا
ان انا اروح كينيا, ان انا اروح روسيا ابشر, او حتى تطلقني ان انا ابشر في حته مليانه مقيدين بالخمر. الكنيسه اللي ارسلتني هي اللي تضع ايديها عليا, بس تضع عليا ايديا في نظام, في من خلال القادة بتعود الكنيسة. وطبعا احنا لازم نخضع للنظام بتاع الكنيسة اللي احنا فيه. يعني الكنيسة اللي احنا فيها بتسمح ان احنا نحط ايدينا عشان نشفي مرضى, لان الكتاب ما حددش مين, قال يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. كنيسة بتسمح اوكي, كنيسة ما تسمحش, لان انا مرتبط بيها لازم احترم النظام بتاعها. ليه كنيسة تسمح وكنيسة بتسمحش؟ لان احيانا بتحصل انحرافات في هذه الامور, واحيانا بتبقى كنيسة مش ناضجة, واحيانا وضع اليد ده يبقى تعود, ولو بقي تعود يبقى حاجة خطر, لان غلط, لان مش دايما الرب بيدي شفاء او تحرير او امتلاء بالروح من خلال وضع اليد. ده لازم تبقى قيادة خاصة للشخص اللي عايز يشفى, ان الرب يشفيه بالطريقة دي. ولازم تبقى قيادة للشخص اللي بيصلي كمان يحط ايده ان الرب عايز يدي لفلان من وضع اليد دلوقتي. لان افترض شخص مثلا تحت تأديب, يبقى ما ينفعش نصلي له بوضع اليد من اجل الشفاء. فلان الكنيسة ما فيهاش نضوج كافي, فبنخضع للنظام. الرب حطك في كنيسة معينة تخضع ليها طالما انت في هذه الكنيسة. مش سامحة ان حد يصلي لحد بوضع اليد خلاص, وسامحة اوكي, دي مسؤولية الكنيسة. امين. عزيزي المشاهد, في نهاية الحلقة احب ان انا اشجعك انك تصلي معايا كده باسم الرب يسوع. وزي ما سمعنا ازاي انه الرب, احنا دلوقتي في عهد النعمة, وصلواتنا أكتر وأكتر أننا يا رب اغفر لهم, لا تقم لهم هذه الخطية باسم الرب يسوع. يا رب احنا بنصلي الآن بإيمان من أجل كل شخص استخدمه ممكن الشيطان لإزائنا بصورة أو بأخرى, وبنصلي باسم الرب يسوع بنباركهم. بنصلي من أجل كل شخص أساء إلينا, بنصلي من أجل خلاص نفوسهم, أنك تتعامل معاهم يا رب باسم الرب يسوع. آمين. الرب يباركك ويكون معاك, وإلى حلقة قادمة, إلى اللقاء. ازاي ان واحد حسب مشيئة الله وفي نفس الوقت شخص زاني؟ فانت لما ما تقاومش في الامور الصغيرة هتقع في الامور الكبيرة. وما تسيبش نفسك للزهر انك تبقى تايه كده, لا, يبقى في فكر كتير قوي. يا رب انت عارف قد ايه انا ضعيف قدام الخطية دي ومش قادر اقاوم.